السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. ونتمنى هذا راس السنة يدوز بخير وعلى خير، وان شاء الله تكون سنة جديدة بالافراح وبالجديد ان شاء الله. ويا ربي يرفع علينا هذا الوباء وترجع الحياة كما كانت من قبل ان شاء الله. اليوم غادي نحضروا هذه الوصفة مع بعضياتنا، هاد الكيك الرولو اللي كلشي كيعرفو بمناسبة رأس السنة. كنديرو حليوة، كنبغيو نفرحو، المهم ما كنحتفلوش، ولكن كنبغيو هكا نتهيئو للسنة الجديدة، وان شاء الله تكون سنة الخير. وان شاء الله غادي نبداو بالوصفة ان شاء الله. عندنا 5 ملاعق ديال السنيدة، 5 ملاعق ديال الطحين، عندنا 5 البيضات يعني في حجم كبير، عندنا 5 ملاعق ديال الزيت، عندنا 1 ساشيه ديال الخماره ديال 7 غرام، واحد انا عملت باش نعمل النكهه، درت النكهه ديال الشاصيه ديال الزهر. نبداو على بركه الله. غادي نديرو 5 البيضات، بسم الله. عندنا 5 البيضات، دوك 5 ملاعق ديال السكر، واحد جوج أربعة خمسة، عندنا 5 المعالق. غادي ندير معاهم 1 قبصة ملح، كويسة ملح، ندير ندير ديك فاني بنا. بغيتو ديرو فاني ديرو، بغيتو ديرو انا هنا استعمل ديك النكهه ديال الزهر. هنايا بقاو طربوا حتى يولي هذاك العجين ديالكم ابيض. ديال المعالق ديال الزيت، وغادي نخفق غير بشويه باش من نخرج ديك الهواء اللي تخنا. صافي، هنايا ما كنعاودش نستعمل هاد الطراب. صافي، هنا غادي نبقى نضيف الدقيق، دوك 6 المعالق، هنا عندي 6 المعالق غادي نضيفهم. غادي ندير واحد الكميه هنايا النص، نبدا ندخل. صافي، هنا ندير ديك الخماره. صافي، نبقى نستعمل هنايا الفوق لتحت الفوق لتحت باش الخليط ديالي ما يهبطش. وبالنسبه للفران، انا دابا درتو يسخن على 180 درجه، وعندي هذا القطر هذا فيه 40 على 30، وانا فرشته بحال هكا، عملت له بابي كويسون، عملت له هنا بابي الومنيوم باش يعني باش ديك الخليط ما يسيحش ليا. صافي، دابا غادي ندير الخليط هنايا. وبالنسبه للفران غادي تشعلو الفوق والتحت، يعني ما تاخذش معاك يعني 11 دقيقه فقط، ما كتبغيش هي طير بزاف، الا خليتوها اكثر غادي تحرق. دابا غادي نصب هنا الخليط ديالي، وغادي ندخلها غير من الفوق والتحت 11 دقيقه. صافي، وانا نخرجها. صافي، هنا غادي نخوي هذا الخليط هذا، بسم الله. سباتول، في هذه الاثناء كنخبطها هكا باش يخرج من هذيك الهواء.
صافي صافي. في هذه المرحله هي طابت لي، نخليها تبرد شويه وغادي نقلبها. صافي كويسو، مثل باكي كويسو، وغادي نقلبها الجهه الاخرى بهذا الشكل هذا، وغادي نزول لي هذه الكارت هذا. صافي هنايا غادي نجيبو باكي كويسو، صافي غادي نقلبها لهذا الشيء هادي، شتيو؟ صافي هنا غادي نقلبها، غادي نقرو بيها لهذا الشكل هذا، صافي راه دغيا كترولا كتجي ساهلة، صافي غادي نخليها بحال هكا. بالنسبه للحشوه ديال هذا الكيك رولو، عندي ثلاثه البيضات، عندي جوج صفار ديال البيض، وعندي بيضه واحده، عندي معلقه ديال النشا، عندي 120 غرام ديال عصير الحامض، 100 غرام ديال سنيده، عندي معلقه ديال الزبده. في هذا الاثناء دايره فوق البوطه ونقص عليه البوطه وكنحرك، يعني ما خصنيش نغفل عليه، مره نحركو باش ما يلصقش، باش ديك الطحينه هذيك معلقه د المايزينا ما تلصق ليناش في القاع. صافي وانا غاده بهذه الطريقه حتى يعقد ليا الخليط. صافي هنا الخليط عقد ليا، نطفي عليه البوطه، حالا غادي نضيف له ديك الزبده، وكنحرك صافي. انا خويتو هنايا في هاد الجبانيه هادي، عملت له هاد السلوفان، دابا غادي نحطو على جنب وندوزو للمرحله الثالثه. الكريم شانتيو غادي نديرها بالنكهه هاد الفاني المسلم واجد، عندي كاس ديال الحليب ديال العنبه بارد، دابا غادي نخلطو. صافي غادي ندير هاد الكريم ديالنا، صافي غادي نحطوها هكا على جنب لي صايبنا،
شوفوا هذا هو كيجي ساهل في الرولاج. صافي هنا غادي نسقي غير بشويه ديال الحليب. بغيتو تحيدوا هذا الغلاف فوق هنا حيدوا. انا غادي نسقي غير بشويه ديال الحليب. ماشي بزاف لحقاش هي راه كتكون رطبه. صافي غادي نخفقها غير هكا شويه شد القراصة. صافي وغادي ندهنها. بالنسبه للزين راه كيجيو على هذا الشكل. هذا غادي ندير فيهم شي حبات بحال هكا. كيبقى اختياري هادشي، ما بغيتوش تضيفوا ولا ما تضيفوش ليه. كترون هنا بسهولة. غادي نزيدو مع الكريم. بالنسبه لهذا الزين غادي نزينوه بهذا غادي نديرو لهم هذا بوناني. عندنا 2001 اخوتي ها الشكل النهائي كيفاش كيجي. نتمنى يعجبكم الفيديو. ما تنساوش لي لايك وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو. واللي ما عمرو اشترك في القناه يدخل يعمل اشتراك. ونتمنى ان شاء الله السنه 2021 تدخل عليكم بالصحه والعافيه وباش ما تمنيتو. ومع السلامه.